نذكر شيئا منها بتوفيق الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله جل وعلا أن يمن علينا بالهداية والاستقامة. ولكن قبل ذكر الأسباب والوسائل، نسأل أنفسنا: هل هذا الدين يستحق المحافظة عليه؟ هل هذا الدين يستحق الحرص عليه للحفاظ عليه والبقاء عليه أم لا؟ ديننا أحبتي الكرام هو الإسلام الذي ارتضاه الله جل وعلا من فوق عرشه لنا، كما قال جل وعلا: ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذا الدين ليس من مخترعات البشر ولا من اجتهاداتهم ونتيجة أفكارهم، وإنما هو دين رب العالمين الذي اختاره لنا ورضيه لنا. هذا الدين مبني على كلامه وعلى سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. هذا الدين كما وصفه الله جل وعلا دين قيم. ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. نعم، أكثر الناس لا يعلمون قدر هذا الدين وعظمة هذا الدين وشرف هذا الدين وعلو هذا الدين وكمال هذا الدين، أكثر الناس لا يعرفون. لذا نراهم مقصرين في حقه، معرضين عنه. الناس ما بين معرض عنه ومقصر بحقه، وما بين عارف لقدره متمسك به. ونسأل الله أن نكون منهم الذين عرفوا قدر هذا الدين وتمسكوا به. ديننا أحبتي هو أغلى ما نملك، ديننا أغلى من أنفسنا وأهلينا وأموالنا ودنيانا، بل أغلى من حياتنا. هناك ضروريات خمس كلها مهمة وينبغي للعاقل أن يحافظ عليها، وهي الدين أولا، ثم النفس، ثم العقل، ثم المال، ثم العرض. المسلم يحافظ على هذه الضروريات الخمس، لكن أعظمها وأرفعها قدرا وشأنا الدين. ولذا يقول بعض السلف: تأتيك الفتنة وتريد دينك ونفسك ومالك، فضحي بمالك من أجل الحفاظ على دينك ونفسك. إن لم تقف الفتنة بالمال، ضحي بنفسك ومالك من أجل الحفاظ على دينك. ولذا شرع الله جل وعلا أن يجاهد المسلم بنفسه وماله في سبيل دينه والحفاظ عليه ونشره. فالدين أغلى ما يملكه المسلم، وإذا عرف قدر هذا الدين وأنه بالتمسك به يعيش سعيدا ويحيا عزيزا ويبعث يوم القيامة والله جل وعلا راض عنه. هذا الدين القيم من تمسك به نجا وفاز وأفلح، ومن أعرض عنه ضل وتاه وخسر الدنيا والآخرة.
هذا الدين ليس لأجل الحصول على الجنة والنجاة من النار فحسب، وإنما هذا الدين من أجل أن تعيش عيشة تليق بالإنسان، وليس عيشة كعيشة البهائم أو أضل منها. بهذا الدين تعرف كيف تتعامل مع نفسك، وكيف تتعامل مع ربك، وكيف تتعامل مع من حولك من الأقارب والأباعد، وكيف تتعامل مع الحياة، كيف تأكل وكيف تشرب وكيف تكتسب وكيف تبيع وتشتري وكيف تتزوج وكيف وكيف. لولا هذا الدين لكان الإنسان كما قال الله جل وعلا: أولئك كالأنعام بل هم أضل، كالأنعام بل هم أضل. والذين لا يدينون الدين الحق حقيقة يعيشون كالبهائم أو أضل منها. فاحمد الله يا أخي المسلم ابتداء على أن من الله عليك بالإسلام، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. الله جل وعلا يمن علينا أن هدانا لهذا الدين العظيم. فدينك أغلى من جميع المناصب، وأغلى من الدنيا وما فيها. فاعرف قدر دينك وقدر نعمة الله عليك بهذا الدين أولا قبل كل شيء. أنت هداك الله لدينه، وآخر حرمه من الإسلام بعدله، ولكن أعطاه كثيرا من الأموال، وأعطاه كثيرا من المناصب، وأعطاه كثيرا من مغريات الحياة الدنيا. أيكما أحسن؟ من رزقه الله الهداية لهذا الدين أحسن حالا وأرفع مقاما، أم من لم يهده الله للإسلام لكن أعطاه كثيرا من الأموال والأولاد والمناصب؟ لا شك أن صاحب الدين أفضل. ولذا كان من دعائه عليه الصلاة والسلام: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري. نعم، عصمة أمرك دينك يا أخي، عصمة أمرك دينك. ثم قال: وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي. ثم قال: وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي. إذن إصلاح الدين أولا. ومن نعم الله على المسلم أن يعيش في بيئة صالحة قائمة على دين الله. جيرانه مسلمون، وبيئته بيئة مسلمة نظيفة طيبة، الحلال منتشر والحرام غير موجود أو نادر. يستحي الإنسان من أن يتجه نحو الحرام، وأسباب الطاعة كثيرة ومتوفرة، وأسباب المعصية معدومة أو نادرة. فمن من الله عليه جل وعلا بأن يعيش في بيئة مسلمة صالحة فليحمد الله سبحانه وتعالى. ولكن قد يضطر الإنسان فيلجأ إلى أن يعيش في بيئة غير مسلمة، كحالكم أنتم وأمثالكم الذين تعيشون في بلد لا تجدون فيها أسباب الطاعة كثيرة، بل كل ما ترونهم مما حولكم تدعوكم إلى المعصية، تدعوكم إلى الحرام، تدعوكم إلى الغفلة عن الله وعن الدار الآخرة. فكيف تحافظ على دينك وقد عرفت أن دينك هو أغلى ما تملك؟ كيف تحافظ عليه؟ أولا أخي الحبيب،
إلجأ إلى الدعاء وسؤال الله جل وعلا الهداية، لأن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى. قد يهدي الله من يعيش بين ظهراني الكفار، ولا يهدي من يعيش في مكة أو المدينة. إذن الهداية بيد الله، والأمور كلها بيده سبحانه وتعالى. فالجأ إلى ربك وتضرع إليه، وادعه دائما تضرعا وخفية: اللهم اهدني إلى دينك، اللهم زد هدايتي واستقامتي على صراطك المستقيم. فلا تغفل عن الدعاء أبدا. ولذا شرع الله جل وعلا لنا أن نسأله الهداية إلى صراطه المستقيم في كل ركعة في صلواتنا: اهدنا الصراط المستقيم. لأن الله جل وعلا إذا هداك إلى صراط المستقيم فقد نجوت وقد فزت وأفلحت. إذن أول سبب من أسباب الهداية الدعاء. أدعو الله جل وعلا دائما: اللهم ثبتني على دينك. وكان من أكثر دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ثبت قلبي على دينك. فادعو الله يا أخي بأن يثبت الله قلبك على دينه. الأمر الثاني التزود من الأعمال الصالحة، الإكثار منها. فمن أكثر من الأعمال الصالحة هداه الله، كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي، قال: يقول الله جل وعلا: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره التي يبصر بها، ويده التي يمشي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. إذن بأداء الواجبات والإكثار من المستحبات يحبك الله، وإذا أحبك أكرمك واستجاب دعواتك وأعطاك ما ترغب فيه وعصمك ومنعك مما تخاف منه. إذن الأمر الثاني: وإن كنت في بلد غير إسلامي أكثر من الطاعات. أنت بحاجة إلى كثرة المستحبات والنوافل وطاعة الله عموما أكثر ممن يقيم بين ظهراني المسلمين. ويقول الله سبحانه وتعالى كما في آية أخرى: ويضل الله الظالمين. الظالم الذي يعصي الله ويعرض عن الله لا يهديه الله، وإنما يضله عن صراط المستقيم. أما الذين يأتون بالإيمان والأعمال الصالحة يهديهم، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا. في الحياة الدنيا يثبتك الله على دينه، على صراطه، وكذلك عند موتك وفي قبرك وبعد بعثك من القبور يثبتك الله سبحانه وتعالى. بماذا؟ بإيمانك وعملك الصالح. السبب الثالث التعوذ بالله من الفتن، كما أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام، قال: تعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فالمسلم يستعيذ بالله من الفتن، لأن الفتن يا أحبتي إذا جاءت تجرف الناس جرفا وتأخذهم أخذا إلى الهاوية وإلى الضلال، كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ثم تجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا، فتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنكشف وتجيء فتنة أخرى فيقول: هذه هذه. فالفتن تأتي وتأخذ دين المرء
وتأخذ ماله وتأخذ نفسه، فاستعذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. الأمر الرابع كثرة ذكر الله. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. واذكروا الله كثيرا، كثرة ذكر الله، الذكر المطلق وكذلك الذكر المقيد بالصلوات والأذكار المقيدة بالصباح والمساء وقبل النوم، هذه الأذكار تعصمك يا أخي المسلم من الانحراف ومن الوقوع في هاوية الفتن. إذن أكثر من ذكر الله ولا تغفل عنه أبدا. الأمر الخامس تجنب الأماكن التي تكثر فيها المعاصي والمنكرات، لا تقترب منها، ولا سيما أنت في مثل هذه البلدان. هناك أماكن معلومة تظهر فيها الفسق والأنواع الفسق والفجور والمعاصي، ابتعد عنها يا أخي المسلم، لأنك إذا اقتربت منها دخلتها، وإن دخلتها افتتنت بها، فلا تصلها أبدا إلا إن اضطررت إليها. فاذهب بقدر الحاجة وتعوذ بالله من الفتن. إذن الابتعاد عن أماكن الفتن من أسباب الثبات على دينك. الأمر السادس مصاحبة أهل العلم ومصاحبة الدعاة إلى الله ومصاحبة الصالحين وإن لم يكونوا من أهل العلم. مصاحبة هؤلاء في كل مكان تنفع، ولا سيما في مثل هذه الأماكن. ابحث عن الصالحين يا أخي وزرهم، وابقى على اتصال معهم دائما، واسألهم إن أشكل عليك شيء في أمر دينك أو فيما يتعلق بالحلال والحرام، فبقاؤك مع الصالحين ينفعك بإذن الله ويعصمك من الانحراف إن شاء الله. والله سبحانه وتعالى ذكر لنا أسباب وقوع الناس في الانحراف. يقول جل وعلا: ولكنكم فتنتم أنفسكم. يعني بعض الناس هو بنفسه يفتن نفسه. فتنتم أنفسكم، كيف الإنسان يفتن نفسه؟ فتنتم أنفسكم بماذا؟ بذهابكم إلى أماكن المعصية. فتنتم أنفسكم بتهاونكم عن الطاعة. فتنتم أنفسكم بمصاحبة الفساق وأهل الفجور. فتنت نفسك، فتنت نفسك بأكلك الحرام. إذن بهذه الأمور التي تقوم بها في حياتك اليومية فتنت نفسك، فتنتم أنفسكم. ثم ماذا؟ ولما ينصح بالخروج مما وقع فيه من الفتن يقول: انتظر سنة أخرى أو بعد شهر آخر، أترك، أنقلع، أتوب إلى الله. لا، ما يفعل هذا الأمر. فتنتم أنفسكم وتربصتم، يتربص وينتظر ويمهل نفسه بعد سنة أو بعد سنتين، أترك هذا الأمر، أترك هذا المنكر، أنا أعلم أنني واقع في حرام، لكن ماذا يفعل؟ تربصتم. ثم ماذا؟ وارتبتم. بدأ بافتتان نفسه، ثم بالتسويف وعدم المسارعة بالتوبة إلى الله، ثم تدريجيا ينتقل إلى فتنة الشهوات، إلى فتنة الشبهات. وارتبتم إلى أن يقع الشك في قلبه، فيبدأ يسوغ لما يعمل. لا يا أخي، أنتم متشددون، حرمتم علينا الدنيا كلها، ما نستطيع أن نفعل شيء إلا وقلتم لنا هذا حرام وهذا لا يجوز. وارتبتم، انتقل إلى مرحلة أخطر، وهي مرحلة الريب والشك في الحلال والحرام وفي دينه. وغرتكم الأماني،
المرحلة الثالثة يتعلق بماذا؟ وغركم بالله الغرور، الشيطان يخدعه ويتعلق بالدنيا ويقبل عليها ويعرض عن الآخرة تدريجيا. فيا أخي بادر بالتوبة، إن رأيت في نفسك تهاونا في الطاعة أو في فعل المعاصي وتقصيرا في فعل الطاعات وانحرافا عن الجادة، يا أخي بادر بالتوبة، وإلا المرض إن لم تعالجه في وقته يزداد خطورة. في قلوبهم مرض فماذا؟ فزادهم الله مرضا. لابد أن تسارع وتبادر بالتوبة والأوبة والرجوع إلى الله، وإلا الفتنة تكبر شيئا فشيئا إلى أن تأخذك وتنهيك. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال الصالحة فتنا كقطع الليل المظلم، فتنا كقطع الليل المظلم. في الليل المظلم لا ترى أمامك، لا ترى جهاتك، لا تعرف كيف تمشي وكيف تخطو، ولا تميز بين الحلال والحرام. بادروا بالأعمال الصالحة فتنا. إذن ما هو الشيء الذي يمنعك من الوقوع في الفتن هذه؟ الأعمال الصالحة. يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. تصور يا أخي، في الصباح كان مؤمنا، خرج ففتن نفسه وذهب إلى أماكن الشبهات أو أماكن الشهوات، أمسى كافرا، رجع وهو كافر مرتد عن دين الله. إذن لا تقول يا أخي أنا تربيت تربية دينية ونشأت نشأة إسلامية لا أخاف على نفسي، مهما ذهبت إلى أي مكان لا أخاف على نفسي. كيف لا تخاف على نفسك؟ يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، من الصباح إلى المغرب ارتد المسلم إلى الكفر، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. إذن الأمر خطير يا أخي، الأمر خطير. واعلم دائما لماذا خلقك الله. ما خلقك لتكون عبدا للدينار والدرهم، ما خلقك لجمع الأموال، وإنما خلقك لعبادته، خلقك لعبادته. والمكان الذي لا تستطيع أن تعبد الله فيه اهجره واتركه، والأموال التي تصرفك عن طاعة الله وعن عبادة الله تخلص منها وانجو بدينك لتزحزح عن النار وتدخل الجنة. إذن نقول ينبغي للمسلم العاقل أن يعرف لماذا خلقه الله، وما هي وظيفته الرئيسة في الحياة الدنيا. وظيفتك الرئيسية يا أخي ليست هي الركض وراء الدنيا، نعم، ولا تنسى نصيبك من الدنيا، ولكن كما قال الله: وابتغي فيما آتاك الله ماذا؟ الدار الآخرة. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. آتاك الله صحة، آتاك الله عقلا، آتاك الله مالا، آتاك الله وقتا وعمرا وحياة، آتاك الله معيشة. طيب بهذه الأمور كلها أطلب ماذا؟ الدار الآخرة. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، لا العكس يا أخي. لا تبتغي دار الدنيا، دار الدنيا تفنى وتبيد، ما عندكم ينفد وما عند الله باق، والآخرة خير وأبقى. إذن عش في الدنيا يا أخي، ما حرم الله عليك أن تعيش في الدنيا وأن تكتسب الحلال في الدنيا وأن تلبس الجميل وأن تركب الجميل وأن تسكن في الجميل وأن تأكل الطعام الشهية اللذيذ، ما حرمها الله عليك. لكن ابتغي الدار الآخرة في كسبك وفي أكلك وفي شربك وفي نومك وفي عملك، كما كان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، يعني كما أنني أحتسب الأجر عند الله لما أقوم للصلاة كذلك لما أنام أحتسب الأجر على الله.
إذن كن محتسبا للأجر، كن مخلصا لله نيتك في جميع حياتك، عش لله وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك. أحسن إلى عباد الله يا أخي، أحسن إليهم. ومن الوسائل بارك الله فيكم طلب العلم، طلب العلم يعصمك من الوقوع في الفتن إن شاء الله. ومن الأسباب كذلك أن تخصص لنفسك وقتا تخلو بربك، تبكي على خطيئتك وذنوبك، وتفكر في ماضيك وحالك وفي واقعك. هل أنت في واقع مرضي يرضاه الله جل وعلا، أم أنت في واقع إن تبقى عليه تكون نتيجتك في نار جهنم؟ فهذا الأمر ينفع كثيرا، تخلو بنفسك مع ربك في اليوم والليلة، تخصص فترة من الزمن نصف ساعة أو أقل أو أكثر، تفكر في حالك وتفكر في ذنوبك، وتستغفر ربك جل وعلا لكي لا تتعلق بالدنيا كثيرا. والأمر الأخير ألا تغتر بمن آتاهم الله الحياة الدنيا، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، لا يغرنك يا أخي المسلم، لا تقول فلان بنى قصورا وفلان ملك دورا وفلان جمع أموالا وفلان فعل وفعل، لا يا أخي لا، لا تنظروا إلى من فوقكم، انظروا إلى من هو أسفل منكم، فإنه أجدر أن لا تزدروا، أي لا تحتقروا نعمة الله عليكم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أصبح منكم معافا في جسده، آمنا في سربه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت أي جمعت له الدنيا بحذافيرها. انظر، إذا أصبحت ترى نفسك الحمد لله جسدك معافى وأهلك كذلك، وعندك قوت اليوم هذا فقط، كأنما جمعت لك الدنيا كلها، ومن يضمن أنك تعيش لغد؟ فليكن رصيدك من العمل الصالح ومن الحسنات كثيرة تصل إلى الآخرة، ولكن رصيد الدنيا لا يأتي معك إلى الآخرة. إذا مات الإنسان انقطع عمله، وإذا مات الإنسان يتبعه ثلاث: أهله وماله وعمله، يبقى معه عمله، هذا الرصيد الذي يبقى ويستمر معك ويذهب معك إلى القبر وإلى يوم القيامة. أما الرصيد المالي يرجع ماله وأهله، ما يأتي معك يا أخي. إذن لابد أن تعرف لماذا خلقت ولماذا تعيش، وما الواجب عليك، وما هو أهم شيء يجب أن تحافظ عليه: دينك ثم دينك ثم دينك. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يثبتنا قلوبنا، أن يثبت قلوبنا على طاعته وعلى دينه، وأن يزيدنا هدى وتسليما، ويرزقنا الاستقامة، وأن يمن علينا بالهداية، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وحسن الخاتمة. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.